يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه في الأفضلية بين الصحابة؟ أما في الخلافة فبإجماع المسلمين أن علي رضي الله عنه بعد عثمان، ومن طعن وقدم عثمان عليا على عثمان يقول شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه، فالذي يقدم علي على عثمان في الخلافة هذا ضال مخالف للإجماع. أما مسألة الفضيلة أيهما أفضل علي أو عثمان، هذه مسألة خلاف، مسألة خلاف، بعضهم فضل عليا وبعضهم فضل عثمان، والصحيح أن كل واحد منهما له فضائل، كل واحد من الصحابيين له فضائل بلا شك. نعم.